هتقعد ساكت كتير كده؟ عايزاني اقول ايه؟ اي حاجه، قل لي حاجه، اي حاجه على راي العندليب. قل بحبك، قل كرهتك، بس قل لي اي حاجه، اي حاجه. تعرف انا اول مره احس ان انا واحده ست صح النهار. في ايه مالك؟ اصلا انا بحب اعبر عن اللي جواي، ما بحبش اخبي حاجه ابدا. انا عارفه ان الرجاله ساعات ما بتحبش كده، بس انت عندي غير. انت ملاكي الحارس اللي بقوله على كل حاجه من غير ما افكر. قولي مبسوط؟ مالي لا أجد الرد دائماً؟ لماذا أشعر أن هناك دائماً شيء ما ناقص؟ كلما اقتربت من امرأة وبدأ لي الأمر أنه النهاية وإنها هي التي أبحث عنها، أجدها بعيدة كل البعد عني. أنت تبحث عن شيء لا تستطيع تعريفه، ولكنك تحسه، ترغبه، تتمناه، شيء أبعد ما يكون عن الجسد، أقرب ما يكون من الروح. أهو سكاتك ده هو اللي بيخليني هتجنن عليك. نفسي أعرف إيه اللي في دماغك. تعال تعال تعال. اوعى تقولي لي بقى ان انا جاي من غير ميعاد. بالعكس، انا كنت هكلمك دلوقتي. الله الله الله، ده انا على كده بقى قلبي دليلي على راي الست ليلى مراد. بتحبها انت قوي ليلى مراد، مش كده؟ اه طبعا بحبها، وفي حد ما يحبش ليلى مراد؟ وبعدين دي بتفكرني بيكي. ليه، وانا حلوه قوي زيها كده؟ ولا صوتي زي صوتها مثلا؟ اه طبعا حلوه زيها، وبعدين اغانيها تحس انها مكتوبه عشانك. طب بقول لك ايه، انا عايزاك جوه في المكتب شويه. تعالى. اتفضل اقعد. طب ايه يعني، مش هتقولي لي تشرب حاجة؟ ما فيهاش أكل ولا شرب خلاص يا عزت. ايه ده، في ايه؟ البنك هيحجز على الفيلا بكرة، وأنا مش عارفة أعمل ايه. أنا كبيري معاهم أقنعهم إن هم يخلونا هنا أسبوع اتنين، بس أكتر من كده مش هينفع. تاني حاجة، إحنا لازم ندور على مكان نقعد فيه، ولازم نحط في اعتبارنا إننا أحسن وأعظم ناس في البلد. أنا عارف أنت هتقول إيه، بس لا مفيش بس. أوعي تقولي لي إن الوقت ده مش وقت كلامي، بالعكس أنا بقى اللي بقولك إن الوقت ده هو الوقت المناسب عشان نقول الكلام اللي كنا بنقوله لنفسنا وكنا بنشجع بيه الناس اللي حوالينا، ولا بقى كنا بنقول كلام مش مؤمنين بيه؟ أنا تعبانة قوي يا عزت، أنا مش هكدب عليك، أنا لحد قبل قرار البنك كنت حاسة إن الأمور سهلة وبسيطة، بس دلوقتي أنا مش عارفة هعمل إيه ولا هعيش فين. أنا ما كنتش متخيل إن أنت ضعيفة قوي كده. اللي أنا فيه مش سهل يا عزت. طب ليه ما تقوليش إن ده اختبار لنفسك عشان تعرفيها على حقيقتها، تعرفي أنت قد المسؤولية ولا لأ؟ وبعدين يعني والدك قبل ما يبقى مليونير ما كانش لاقي ياكل، مش الست والدتك هي اللي قالت كده؟ يعني أنت تقدري تعملي قده 100 مرة، بس لازم تصدقي، يعني مفيش مشكلة يا شهد. صعب. صعب؟ لا ده انا كده بقى اتخميت فيك، عن اذنك. انت رايح فين اقعد؟ بصراحه انا لما حبيت واحده قويه، قلت
تقدر تعيش في الحياة مهما حصل لها. شاهد، أنا لما جيت وقلت لك أنا مش قدك ومش قد عيشتك ومش غني زيكم، أنا ما كنتش بهزر، أنا كنت بتكلم بجد، مع إني عارف إن أنا مرتبي ما يجيش نص مصروفك اللي بتاخديه من والدك. بس اللي أنت مش فاهماه بقى إن أنا لما جيت وقلت لك بحبك، كنت متخيل إن أنت هتقفي معايا وتتحملي حياتي عشان نعمل اللي إحنا عايزينه. ولا أنت كنت متخيلة إن أنا ممكن أقبل إن أنا آخد فلوس من أبوكي وأعيش بيها؟ ينفع؟ كلامك حلو وبيطمني وبيأكد لي قد إيه أنا اخترت صح. بس أنت يا عزت عمرك ما تحس باللي أنا فيه، لأن أنت مش في الموقف نفسه. أنا مهما كانت قوتي ومهما كانت الأفكار اللي في دماغي اللي تخليني أواجه اللي أنا فيه، أنا في الأول وفي الآخر إنسان بيتأثر بكل حاجة بتحصل حواليه، واللي حصل ده مش سهل، صعب، صدمة ليا يا عزت. عارف إنها صدمة. أقول لك إيه بس؟ اعتبريها تجربة عشان تعرفي أنت فين من الدنيا، وعشان كمان تعرفي الناس اللي حواليكي، وساعتها بقى انت اللي هتختاري مين تسقطيه من حساباتك ومين يكمل معاكي بقيه حياتك، او ان انت حتى تقيسي ايمانك بنفسك، يا اما يبقى قوي وتفضلي شاهد بتاعت زمان اللي مفيش اي حاجه تغيرها في الدنيا، او انك تكتشفي ان انت كنت بتضحكي على نفسك وانك محتاجه تتغيري فعلا. تعرف ان كلامك ده ريحني قوي، حسسني قد ايه ان انا ممكن اعدي الامور بسهوله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه المدخله دي؟ اخفى عليك يا بنت جليله الجدب من دول البنات. بقى ابوكي مرمي في المستشفى بين الحياه والموت، وانت مرميه في حضن النضع ده. انت مجنونه ولا ايه؟ انت اكيد فاهمه غلط. فاهمه غلط؟ فهمني انت الصح يا اخوي. كان ناقص ايه؟ ها؟ ناقص اخش الاقيها شايله عيل على يدها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه على الصبح؟ ايه يا فوزية؟ بتزعقي ليه كده؟ صح النوم يا مرت اخويا. طبعا، ما انت نايمه ولا دريانه، وتلاقيكي كمان بتحلمي باليوم اللي اخويا يموت فيه والدور تتصرمح يمين وشمال. انا هتصرمح يا قليله الادب. بتضربي ليه؟ بتضربي ليه يا كريمه؟ عشان لسانك طويل وقليله الادب، ولو زودتي كلمه هجيبك من شعرك واطردك طردة الكلاب.